هل حقا تلك السيارة لها؟ عليك تصويرها. لماذا؟ يبدو أنك وجدت قصتك الكبيرة للتو. أنت عبقرية. كانت هذه المرأة تتوسل للحصول على المال وتتظاهر أنها عاجزة، لكنها تستطيع الوقوف من دون مساعدة، ويبدو أنها تقود سيارة بورش. هذا لا يصدق. ماذا؟ كانت ترتدي هذا الزي تحت عباءتها طوال الوقت. لم أرى شيئا كهذا من قبل. انظروا إلى هذا المال، ربما كسبت هذا المبلغ في ساعة، وتملك حقيبة لوي فيتون أيضا. هذا الأمر يزداد روعة. إنها قادمة. متابعينا، سأتبعها وأعرف القصة. معكم جاري ساندرز من صحيفة أولد يورك تايمز. لا أصدق هذا. ستكون قصة رائعة. مرحبا بكم، معكم جاري ساندرز في ويست سنتر بلازا كي نتابع قصة قد نشرت اليوم. تفضلي. كما ترون تبرعت هذه السيدة اللطيفة لهذه المرأة. المعذرة سيدتي، أخبرينا لماذا قررت مساعدتها؟ أشفقت عليها، يبدو أنها مسكينة. أنت لطيفة. ما رأيك في هذا؟ لا أظنها تتكلم. أوه، فهمت. ماذا لو أخبرتك أن هذه المرأة لا تعاني من إعاقة؟ لقد أهنتها للتو. إنها تعاني بالتأكيد، وإلا فلما تحمل عكازا؟ سؤال جيد، دعيني أسألها. مهلا سيدتي، لما تستخدمين عكازا؟ محقة. إنه خطأي. ألا يمكنك التحدث؟ روز ماكدوين؟ أتعرف اسمها؟ أجل، أنا أعرف الكثير عنها، بما في ذلك أنها معافاة، وإلا لما كانت ستتمكن من قيادة البورش. مهلا. هذه هي؟ أجل، كما أنني متأكد أنكم إن نظرتم تحت عباءتها ستجدون. مهلا. بئسا، يبدو أنها هربت. ابتعد عني. ربما لم أفعل أي شيء. لقد تحققت العدالة. كان معكم جاري ساندرز.